احنا قدام من تحت مش تحت روح. هذا من راح ولا انا طلعت فوق يا سلام. فتوى لها الفاتحة فينا لن يضيع حقا حق المراقب المطالب ولكن القانون ونحن نعرف عرض له الشعب الفلسطيني غير مسبوق في التاريخ البشري وصل مستوى غير مسبوق على الإطلاق. نحن نعيش نكبة جديدة ولا بد من التكبير. إن التلكؤ والمماطلة في ممارسة الضغوط الدولية على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال يشجعها أكثر على مواصلة انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وجرائم حربها تجاه شعبنا بما فيها جريمة الاستيطان الاستعماري. رسالتنا اليوم نعتبر أن آن الأوان لتفعيل فتوى لهاي. هذه الفتوى التي تعتبر انتصار للشعب الفلسطيني باعتبار أنا صادر عن أهم محكمة دولية وهي محكمة العدل الدولية وبطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أكدت أن الاستيطان جريمة حرب وأكدت أن الجدار يجب إزالته وهدمه وتعويض الفلسطين عنه وذكرت 6 مرات بأن الكوت جزء من الأراضي المحتلة. نحن اليوم أحوج للرد على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وصفقة القرن بتفعيل هذه الفتوى والبدء بالحراك في إطار الجمعية العامة وباقي المنظمات الدولية من أجل إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والظلم عن الشعب.